انا تعبانه يا سيف، انا تعبت وزهقت. زهقت مني؟ هو مين؟ مين الراجل ده؟ راجل مين؟ اشرف ده بيتبلى عليا على فكره، انا مش عارفه هو بيتكلم عن مين اساسا. مين؟ يعني انت بتصدق اشرف وبتكذبني انا؟ هاتي تليفونك، بقول لك هاتي تليفونك. سيف، أنا عايزاك تهدى. سيف عمر، مين أبو صلاح؟ أنا ميتة يا سيف، أنا كل يوم بيعدي مع بعض ما مش عارفة أنا فين. كنتش جابينها، كنت موتت نفسي وخلصت. انا تعبانه تعبانه قوي يا سيف. انا هروح عند امي ومش عاوز اشوف خلقتك تاني ولا عاوز اسمع حسك. لا سيف، 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 ما تسيبنيش يا سيف. ايه ده؟ انت رجعتي؟ رجعتي امتى؟ الصبح. طب ما كلمتنيش ليه؟ مش قلتي هتقعدي مع عزيز لحد الويكند؟ انا راجعة تاني دهب النهاردة، بس المرة دي حاط شوية. شوية قد ايه؟ وايه الشنط اللي على الباب دي كلها؟ محتاج تتكلم مع أحلام يا سيف. هو ماما علاقتها ايه بالموضوع ده؟ ما تفهميني، انا مش فاهم حاجة. أحلام واخدة قرض بضمان السنتر ومديونة، والبنك هيحجز عليه. انت بتقول ايه؟ مش فاهم. كلمها هي وهتحكي لك كل حاجه. انا لازم امشي. هتمشي تروحي فين؟ استني بس فهميني. هلا انا ممكن اروح عند بابا اعمل كل حاجه، هعندل انا كل حاجه، بس ما تمشيش. مش هينفع يا سيف. انا فاكر ان احنا كنا كويسين. انا عارف ان انا ممكن اكون ضايقتك وقت، بس مش ده الموضوع.
تفهميني في ايه؟ انا لو قعدت هنا اكتر من كده هموت، وانا مش عايزه اموت. ليلى فين؟ جوه. وهو هنا؟ هو مين؟ هيكون مين يعني؟ نزل من الصبح بدري وموبايل مقفول. اتفضل. معانا يا ليلى. ليلى يلا. أحلام فين؟ قلت لها ان انا عاوز اتكلم مع ضيوفي شويه الاول لوحدي شويه وتنزل ما تقلقيش. وانت يا هنا قاعده بتشربي شاي هنا وسايبانه قلقانين عليكي؟ انت مفيش دم خالص؟ مامي استني، احلام عايز تتكلم معاكي بليز. انا مش جايه هنا عشان اتكلم مع حد، يلا بينا نروح. وانا مش همشي غير لما تكلمي معاها. ليلى يا ليلى يلا، بلاش الامور تبقى اسوء من كده. يلا. بتخاف على بنتك قوي يا استاذ عمر. سيف شت، مش عاوز اسمع حسك. اكيد خايف على بنتي يا استاذ سيف، مش عايز غير ان اخوك يبعد عنها. ممكن نتكلم وقت ثاني انا وانت لو تحب. نتكلم؟ لا انا اقول لك على حاجه احلى من الكلام بكتير. معلش ما عندناش وقت. لا مش جايه. ابتدي قدامي. يلا. سيف انت مجنون! سيف! استاذ سيف. طيب من فضلك سيبهم يخرجوا ونتكلم انا وانت راجل لراجل. راجل لراجل؟ هو في واحد يمشي مع مرات راجل تاني ويسمي نفسه راجل برضه؟ سيف نفس المسدس. ما ده اللي انت سبتيني عشانه؟ ما تنطقي عشان خاطري ننزل. ملوش لازمه الكلام ده. لا هيبقى له لازمه لما تموت. سيف نزل المسدس. اسكتي انت. عارف لما ابني مات ما بقاش بقالي اي حاجه في الدنيا دي عايش لها غيرها هي، وانت جيت خدتها مني. بس انت طبعا ما بيفرقش معاك الكلام ده. هو انت بيفرق معاك حاجه؟ بنتك دي تفرق معاك؟ طب مراتك الحلوه؟ استاذ سيف اللي بتعمله ده مش هيحل حاجه. هم مالهمش ذنب، سيبهم يخرجوا، مشكلتك معايا انا. اسمعني لو سمحت. اسمعك؟ واسمعك ليه؟ راجل عنده ثلاث عيال وماشي بيجري ورا واحده صغيره، ابنها ميت وحالتها النفسيه مش مظبوطه. تسميه ايه ده؟ تسميه ايه يا ابن الكلب يا واطي؟ سيف بص لي، سيف 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 بص لي. انت متضايق مني؟ انا اللي اذيتك انا. لو في حد عايز يعاقب انا هعاقب انا. هعاقب انا. غالبا انا لازم اموت. لا لا انا لازم اموت وخلصت مني ومنه. مش انا بفكرك بيه؟ مش انت قلتي كده انا اللي بفكرك بيه؟ عشان خاطري نزلت السيف. خلاص هخلصك منه ومني. خليك شجاع مره واحده في حياتك وطلع ابننا من الموضوع ده، فاهم؟ سيف اسمعني. لا 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 عشان خاطري. سيف اسمعني، نهايتنا كده كده جايه. خلاص خلاص عشان خاطري نزلت. كفايه وجع قلبي، كفايه وجع قلبي عشان خاطري، عشان خاطري، عشان